رجعنا لحضراتكم، مضيف يضيف حضراتكم الاستاذ الدكتور علو امين، استاذ الشريعه والقانون جامعه الازهر الشريف، عميد كليه الشريعه والقانون. لا لا لا، السابق استاذ. استاذ انت حضرتك استاذ؟ ايوه. انما انت كنتش عماده، ما مسكتش العماده؟ لا ما اعرفش العماده دي. خلاص طيب. او استاذ الشريعه والقانون بجامعه الازهر الشريف. وبالمناسبه النهارده ان عميد كليه الشريعه والقانون النهارده والمسك رئيس جامعه دكتور عبد الحي عزب اخونا وربنا يبارك ويجعله. مساء الخير يا دكتور. مساء النور استاذ عمر. طيب بنهني كليه الشريعه والقانون النهارده ان هي ايه؟ بنهني جامعه الازهر والمسلمين بعبد الحي عزب. طيب بس. طيب كل سنه وحضرتك طيب بمناسبه عيد الاضحى. النهارده يعني النهارده ليله، بقى بكره وقفه عرفات ان شاء الله. وهناك مقوله ان الحج عرفه. نقدر نعرف يعني ايه الحج عرفه دي؟ للحج اركان. كل الاركان تكبر بدم. يعني انا مثلا عند ابو حنيفه ما البسش في لابس الاحرام. مفيش حاجه تكبر بدم. ما طفتش يكبر بدم الا وقفه عرفات. ما ينفعش اجبار فيها. ما يكفحش فيها لما لم يقف على لا توكيل ولا اجبار ولا لا حج له. يبقى الحج عرفه. ده الركن الاساسي المجمع عليه بجميع كل الفقهاء، اجمعوا كل العالم الاسلامي. اصبح معلوما من الدين بالضروره ان من وقف في عرفه ولو للحظه في يوم وقفتها اصبح حاجا، ولو للحظه. نايم، واكل، شارب، مريض، لما وقف عرفه خلاص كتبت له حج. يبقى ده الحج عرفه. ايوه. النهارده احنا عارفين ان المفترض وفقا للسنه كان يبقى النهارده الناس بتروح لمنى، بس منى مش هتقدر تاخد كل الحجين. هو المساله الناس، انا عاوز افرق بين حاجتين، بين عاده وتقليد وبين شرع. هل وقوف منى ركن؟ لا. هو يعني لو انا خدتها بالطريقه العاديه جدا، زمان عشان اطلع من مكه الى عرفه مشوار وهتعب، فكنتش اخش على عرفه وانا فبريح في السكه ليله، يعني في القوه والحصانه والعظمه، عشان انا رايح عرفه. ده انا رايح ادعو مين؟ ادعو الها عظيما طلبني وناداني، راح اولاد بالنداء. فلازم اخذ استراحه لاستراحة محارب. لكن اذا كانت هذه الاستراحة الان، النهارده القطر بتاع من عرب من مكة لعرفة في 5 دقايق، والعربية بتاخدها في 10 دقايق، ولو انت خدتها ماشي في المملكة العربية السعودية، وربنا يبارك لخادم الحرمين الشريفين، الاصلاحات والتطورات في الحرم، ممكن تاخد من الحرم لعرفة في نص ساعة ماشي على قدمك من الانفاق اللي اتعملت. فالنهارده نطلع على عرفة. من يستطيع ليس بها شيء يوم التروية، من يستطيع من لم يستطع فعليه ان يذهب الى عرفات مباشره، لان الحج عرفه. حج عرفه. يعني نطلع النهارده دلوقتي اخد طياره واصبح الصبح على عرفه، خلاص حجي مش لازم اقف لف منها. طيب عيد الاضحى، طبعا احنا عارفين الاضحيه وسيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل والقصه دي خلاص. انما هو في الاول وفي الاخر يعني العيد هو معبر عن الروح الاسلاميه. العيد يعني العيد من العود والتكريم ومن استرواحه النفس. ودي تديك حاجه بقى ما تلاقيش الا عندنا في الاسلام. العيد خلف عباده. عيد الفطر خلف رمضان، هديه من الله سبحانه وتعالى عباده. عيد الاضحى هدية كاملة من الله سبحانه وتعالى للمسلمين في جميع بقاع الدنيا. هم أرسلوا الوفود. أنا بعتبر اللي راح يحج ده وفد من مصر ذهب إلى بيت الله الحرام ليطوف ويسعى ويكمل فريضة الحج. من عليه الحج ذهب، ومن ناده إبراهيم ذهب، ومن ناده ربه ذهب. هؤلاء مندوبون هناك. علينا نحن هنا أن نحتفي بهم وأن نفرح لهم وأن نوسع على أولادنا. وزي ما بقول هذه استرواحة إلهية ليعلم الناس أن في ديننا فسحة، فسحة للهو وفسحة للعب وفسحة لكل شيء جميل.
ليس عندنا جمود في الفكر ولا جمود في العقيده. هذه فسحه، تعالوا امرحوا اضحكوا. تخيل تخرج النساء، انت حضرتك بتتكلم على العيد، على العيد تخرج النساء والاطفال والرجال والمراه في خدرها، كله يطلع يصلي العيد ويعيد كله على بعضه. توحيد الامه وصفائها، حبوا بعضكم، خلي بينكم موده، خلي بينكم رحمه. ينظر ربنا الى عباده في يوم العيد فيغفر لعباده من خرج ومن عمل وفعل 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 الا المشاحن الذي بينه وبين اخيه شحناء، الا عاق والديه، الا شارب خمر. يغفر كل الذنوب غير المشاحن. لان انا زعلان من استاذ ابراهيم، لازم اروح اقول له كل سنه وانت طيب يا استاذ ابراهيم، كل سنه وانت طيب يا فلان، اللي بينه وبين خصام اصالحه. هذا يوم المصالحه، يوم المحبه والمعزه. لو عملت كده يبقى عيدت فعلا، ما عملتش ما احتفلتش بالعيد. العيد تصفيه النفوس، اراد الله لامتنا ان تصفي نفوسها حتى مع من ليس من ملتنا. بينه وبين اخيه، ما قالش بين اخيه المسلم، اخيه شحناء. اي واحد بينك وبينه شحناء، هذا اليوم يوم المصاحبه والمصادفه وهو خلاف. لكن احتفلنا بالعيد بقى، بروح نتخانق، لا، روح الحدائق زي ما انت عاوز، اتفسح زي ما انت عاوز، الهو زي ما انت عاوز. له الذي لا يخرجك عن طبعك البشري. انا مسمي دايما فطرة الناس التي خلق الله عليها الناس، في فطرة، فطرة لله وفطرة للحب وفطرة لكل شيء. عد الى فطرة الله التي خلقك عليها مرة اخرى. عدك يوم ولدتك امك، ادعو الله سبحانه وتعالى ان يهبك للحجاج. يعني يحضرني الامام الجنيدي نام. مين؟ الامام الجنيدي رحمه الله عليه رضي الله عنه، رجل من المصوفه الكبار يعني. يوم نام يوم عرفه، فراى في منامه ملكان يتحدثان ان الله قبل حج سته. فاما مفزوع، سته احنا 600,000 سته بس. في اخر النهار وما ممكن، يا رب اقبل التوبه للجميع يا رب. فأخذت سنة نوح، فوجد الملكين الاثنين بيقولوا لبعضهم ايه؟ طلع ربنا على اهل عرفة فوهب 600,000 مغفرة للست. الله يغفر لعباده لعباده، ولذلك بيقول لك من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. المسلم الذي صفت نفسه يوم العيد كالواقف على عرفة. كأنه في عرفة. كأنه في عرفة، لأن الإسلام أساسه محبة خلق الله. لاحظ كلمة محبة خلق الله، الإنسان، الجماد، الحيوان، كل ما خلق الله لنا علينا أن نكرمه ونحبه. الله كرم بني آدم وجعلنا نحن أبناء آدم نكرم خلقه. يا أخي تخيل لما حتى بتذبح الضحية يقول لك إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فليحذر أحدهم سفيرته، ما توريش السكينة للحيوان، الحيوان ما تذبحش حيوان قدام حيوان. ألا يعني أنت عندك خروفين في البيت هتذبحهم؟ اذبح واحد بعيد عن الثاني، ما تخليهمش الاثنين يشوفوا بعض. أي رحمة هذه؟ دين. دخلت امرأة النار في هرة، قطة حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل ولا سابتها تأكل. ودخلت بغي الجنة في شربة ماء، سأت كلب بيلهس فلقته عطشان وهيموت، كلب فسقط كلبا فدخلت الجنة. يطلع واحد يقول يا سلام بتجيبوا الحاجات الصغيره بقى، معقول؟ معقول يا اخي، وانت بتعامل مين؟ انت
بتعامل مع مين؟ بتعامل مع بنك مركزي، بتعامل مع رب رحيم بعباده، رحمتي سبقت غضبي. لما يقول شديد العقاب للطوب لا اله الا الرحمن الرحيم، نعم، يبدا القران بايه لو ان المسلمين او المسلمون فهموها ما دار بيننا شيء على الاطلاق. اول ما تفتح دفه المصحف يقول لك اقراها 17 مره في النهار. بسم الله الرحمن الرحيم، لفظ الله الرحمن الرحيم، رحمن بعباده رحيم عليهم، مش رحمن بس، ده رحمه رحمن عادي كده، لكن ده الرحيم اقوى من الرحمن، يعطي العباد ما لم يعطيه احد في العالمين، لانه رب، رب العالمين يا سادة. من عبده، اياك نعبد واياك نستعين، نريد يا ربنا ان تهدينا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. لاحظ هنا ان الايات للجمع، اهدنا، انت بتدعي لي وانا بدعي لك، انت تدعو للعاصي وانا ادعو للعاصي، اهدنا جميعا يعني كله، شوف ندعو للجميع، اهدنا يا ربنا جميعا الصراط المستقيم، لا نتوقف عند شيء. هذا دين بدأ دفة كتابه بالرحمن الرحيم، وفي اخر ايات قل اعوذ برب الناس، يا رب استعيذ بك من كل شيء لانك مالك الناس، مالك الناس، ملك الناس، قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، ملك الناس، انت المالك، فانا استعيذ بك، بسم الله الرحمن الرحيم في البداية وفي النهاية، قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، شر الوسواس الخناس، شر الوسواس، وسواس الانس والجن، خناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. انا عاوز الناس ببساطة كده جدا تفهم الاسلام بطبعه بجماله. والله ليس عندنا عنف وليس عندنا تشدد، بل حتى الوضوء والصلاة. تخيل كده انسان بيشتغل طول النهار في حاجة الى راحة، حاجة ده استرواحة، يقول له توضى. الوضوء طبيا يعود الجسم الى ما كان عليه، يهدي الجسم، يهديه تهدئة غير طبيعية. حركات الصلاة تزيد من نشاط الإنسان. يعني ربنا ما فرضش علينا حاجة ما فيهاش مصلحة لنا. تقرب إلى الله، تقرب إلي يا عبدي، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراع. ده مين اللي بيتقرب إليه؟ ربنا، الله رب العالمين، لا رئيس جمهورية ولا رئيس وزراء ولا وزير، ده ربنا خالق هذا كله، يقول لك تقرب الي يا عبد، اديك الوسام، وسامك ايه بقى؟ اتقرب اليك ذراعا. طب تقربت اليك ذراعا، اتقرب اليك العمر كله. لا اله الا الله، يتقرب الله الينا اذا عبدناه. وكلنا يعلم ان كل شيء بامره والملكوت ملكوته. طيب عايز ارجع مع حضرتك بس لما ذكرت بسم الله الرحمن الرحيم، في لاحظ يعني في صلوات الظهر اللي هي الفجر او المغرب او العشاء او صلاه الجمعه، البعض لما بيجي بسم الله الرحمن الرحيم دي ايه من سوره، ايه من سوره الفاتحه. من قال انها ايه في سوره الفاتحه؟ هي مش نمرة واحد في سورة الفاتحة؟ لا، هي اللي قالها بعض الأئمة. لا دي هي موجودة، هي موجودة في المصحف، موجودة في المصحف، مكتوب عليها واحد، عليها واحد، موجودة في المصحف، ما شاء الله. ولكن هل صلى الله عليه وسلم قرأها دائما؟ احنا أنا أم قرأها سرا؟ الأئمة الثلاث أبو حنيفة والإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه والإمام أحمد بن حنبل، ثبت عندهم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في سره. سمعوه يعني؟ ثبت عندهم. لا ثبت يعني أنا النقل الروايات. أنا عايز أسأل. أنا لم أسمع من رسول الله، سمع منه الصحابة، والصحابة رووا أنه كان يجهر بها بعضا
ويسر بها بعضا. يعني هي انا عايز اسال سؤال هنا، اصل ده المدخل، انا عشان هنخرج بقى من الموضوع ده، احنا نخش بقى على الشريعه والدين والقانون. انا بقول فعندنا ايه، انا عايز اعرف بس ايه سر ايه ليه بنعمل. انا شايف ان دي لما بفتح المصحف بشوف ان بسم الله الرحمن الرحيم دي يعني ايه نمره واحد. ماشي، انا طالما بصلي صلاه الظهر، انا يعني انا بصلي صلاه الظهر لما يثبت. لا اصل ما فيش حديث شريف بكده. لا معلش، كلهم بص اقول لك على حاجه، ابو حنيفه رضي الله عنه مش هيقول هذا الكلام من عندياته، الامام مالك امام اهل المدينه مش هيقول هذا الكلام من عندياته، كله مروي عن صحابه، في مروي عن صحابه. ولذلك لما بنقول للامام اقراها في سرك، طب قريتها في جهرك، مفيش حاجه يا اخوانا، دي سنه. حتى القراءه جهرا سنه، يعني الجهر في الصباح، في الصبح، في الفجر، في الفجر والعشاء، المغرب والعشاء، والمغرب سنه، الجهر في الصلاة أساسه سنة. سنة اتعمل ما اتعملش مش مشكلة، يعني أنا عاوز أعرف لا تبطل الصلاة، ليس يعني. هذا محل خلاف. طيب طيب أنا بخش مسجد مرة ألاقي واحد بيتخانق يقول لي ما قريتش الفاتحة بصوت بسم الله الرحمن الرحيم بصوت عالي ليه؟ يا عمي طيب، ما أنا عايز الشقاق بين المسلمين، خلينا على الأصول، هو صلى ولا لا؟ صلى 4 ركعات ولا لا؟ هيئة الصلاة بتاعته سليمة ولا لا؟ أركان صلاته سليمة ولا لا؟ طيب، لكن السنن ما نتخانقش عليها. طيب دكتور، وما نتوقفش عندها. طيب دكتور علوي، انت استاذ شريعه وقانون وفي كليه الشريعه والقانون، واحنا يعني انا الدين الاخر، لان انا الدين لما يبقى في دين بيحرض على التكفير انا بعتبره دين اخر، مش الدين الاسلام، مش ديننا. الدين الاخر اللي ظهر وله مشايخه وله خطباء وله ناس، اكتشفنا انه بيكلمونا دائما انهم اصل احنا جايين علشان خاطر ده دوله كافره، يعني بيتكلم على دوله ان دوله كافره، خدت بال حضرتك ليه؟ يقول لك اصل ما تطبقش الشريعه. النبي عايز حضرتك وانت استاذ شريعه وقانون واحنا فاضل لنا حوالي 17 دقيقه تكلمنا في الموضوع ده. انا مش انا هقعد اسمع بس الحكايه دي، الشريعه والقانون والعلاقه، وهل دول مختلفين عن بعض ولا مع بعض، ولا ايه الحكايه بالظبط؟ للاسف الشديد انا بقالي خمس يعني بالظبط 40 سنه عضويه التدريس، من معيد ومدرس مساعد لاستاذ، استاذ مساعد لدكتور استاذ، ودارس كويس قوي لمادة الفقه. الفقه هي الشريعة بالمعنى الجديد، يعني لأن لما نجيب الشريعة، الشريعة بتنطوي على عقائد أخلاق فقه، لكن لفظ الشريعة أطلق لما فتحت جامعة الحقوق، كلية الحقوق في جامعة عين شمس، جامعة القاهرة، وكانوا خدوا الجزء اللي بيدرسوه اللي هو جزء الأحوال الشخصية، فسمي هذا القسم قسم الشريعة. من ساعتها اطلق على كلمه كليه الشريعه، والشريعه اطلق على كل الايه المعاملات والفقه اسم الشريعه. اما اجي النهارده اقول مصر فيها الشريعه، امال فيها ايه؟ انا عاوز اعرف فينا ايه. اول حاجه في الفقه عندي حاجتين، تعزير وعقوبه. التعزيرات حق الحاكم، بمعنى ايه؟ نوضح تعزير ايه؟ انا هقولها يعني انا هشرحها ببساطه جدا. العقوبه قدرها الله. العقوبه؟ قدرها الله. قدرها الله. شارب الخمر يجلد. الزاني المحصن يرجم، القاتل يقتل، السارق تقطع يده. وعلى فكره اللي يبص للاحكام دي في زماننا هقول له اتحداك لو طبقتها. لان المساله مش سهله كده، ان واحد يقول ده فلان كافر يبقى كافر، فلان زاني يبقى زاني، فلان شارب خمر يبقى شارب خمر، فلان مش عارف ايه. لا، ده لازم اعترف. وفي عهد الرسول كله اعترفوا 2 واحد واحد. حتى الواحد لما جه يعترف قابل سيدنا عمر في الاول، فقال لي سيدنا عمر انا فعلت كذا كذا كذا. سيدنا عمر قال له ستر الله عليك، اذهب الى بيتك ولا تتحدث مع رسول الله في هذا الامر. ليه؟ لانك لو رفعت الامر رسول الله رفعته للحاكم ما يقدرش يتراجع فيه. فسيدنا عمر ذات نفسه اللي هو سيدنا عمر بجبروته بقى بكل ده نرجع ما تقولش اهمد كذا مره، هو يروح عشان يقول لسيدنا عمر قاعد فما يقولش.
ويروح خاف من سيدنا عمر لو قلت انت حر. فلما وجد سيدنا عمر راح للرسول وقال له، فالرسول قال له ايه؟ يراجعه لعلك، وقال له ايه بقى؟ لعلك لامست، لعلك قبلت، لعلك فخست، لعلك كذا، لعلك كذا. قال له يا رسول الله كالقلم في المحبار. شوف الرسول قال اذهبوا الى امرأة فلان فسألوها ده قال عليه. فراح قلت له والله ما رأيته، ده كذاب ما حصلش، ولكنه أصر فأقيم عليه الحد رغم الإنكار الأخرى. رغم أما ديك أنكرت ما عملتش فيها حاجة. لازم اعترافها، لازم اعترافها. فده عشان كده حضرتك بتقول ان اللي يمكن هيتطبق اي حاجة